تفتيش استعداد قتالي ضمن جوانب معينة تختلف عن تفتيش الفحصي أو التعليمي. يجي هنا التركيز على عمل المقر، جانب الفني، عجلات تشتغل تعمل صالحة كلها، الجانب الإداري، تقديس العتاد، تقديس الأرزاق والإعلام، الحالة المعنوية ضرورية جدا هنا في مثل هكذا تفتيش. تشرفت هذه الفرقة بحضور كوكبة ونخبة من معلمي الجيش العراقي لغرض تفتيش كافة الجوانب التعبوية والتدريبية والإدارية والفنية وعمل المقر. هذا يعطي للقيادات دافع حقيقي لغرض يكون على أهبة الاستعداد في مواجهة أي ظروفات. نفذت اليوم البطارية الأولى كتيبة المدفعية المتوسطة 120 تمرينا تعبويا تنقل وانفتاح بمستوى بطارية متوسطة، وتم من خلال التمرين إبراز كافة الأعمال والاستحضارات التي نفذت خلال التمرين والتي بدأت منذ استلام الأمر الإنذاري ولحين خروج الطلقة الافتتاحية.